رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض مج لطيف كده خفيف، ينفع هدية للمدرسة مثلا، ينفع لأي حد لسه بيدرس، حاجة لطيفة كده وبسيطة وهتعجبكم بإذن الله. بس لو انتوا أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملولي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. أنا هشتغل على مج لونه أحمر وهشتغل عليه باللون الأخضر، يعني انا عايزه الوان كده تبقى تفتح معايا المج شويه، فهحاول ان انا ادمج فاتح وغامق مع بعض علشان المج يبقى شكله كويس. انا عملت زي ما انتم شايفين كده قطعه مستطيله ورحت مثبتاها على المج علشان انا هعملها زي سبوره كده وهيكتب عليها بقى كلام. الاطار بتاعها هعمله باللون الاسود، طبعا انت ممكن تغيري الالوان براحتك على حسب لون المج طبعا اللي انت هتشتغلي عليه. فانا عملت السبورة باللون الاخضر علشان بس ما يبقاش الدنيا كاتمه معايا، وهعمل عليها اطار باللون الاسود. حطيت الغيره بتاعتي، دي غيره مخففه بميه علشان بس لو حد اول مره بيشوفني وعايز يعرف ايه اللي انا بلزق بيه، دي غيره انا بخففها بميه وببدا ان انا الزق بيها، وبعدين ببدا ان انا اثبت الخط الاسود اللي انا عملته ده على المج بالطريقه دي. هشيل بقى الزيادات وبعدين هقوم مثبتها بقية الأطراف. بس وانتي بتثبتي ما تقطعيش الإطار للآخر، يعني سيبي كده جزء علشان تثبتي عليه بقية الإطار. ثبت كده وبعدين هقوم مكملة بقى بقية الإطار، بس مش هكمل مرة واحدة، أنا كل جزء هعمله هقطع وأكمل الباقي كده. خلاص انا عملت الاطار كله، وزي ما انتم شايفين كده عملت من فوق كده خطوط كده يعني زي الخشب، ودمجته كله على بعضه علشان يبقى كله باين قطعة واحدة، ما يبقاش باين ان كل واحدة متركبة لوحدها. فانتي بتدمجي كده الجناب، طبعا البتاعة دي بتبليها مية قبل، يعني القطعة اللي انت هتدمجي بيها بليها مية قبل ما تبدأي تدمجي علشان تمشي معاكي بسهولة. وبعدين هقوم بقى جاية مخططة كده خطوط خطوط علشان تديني تأثير الخشب، يعني انا عايزة تأثير خشب كده، فالخطوط دي هتديكي شوية تأثير الخشب كده. خلاص السبورة خلصت، طبعا بقى انتي بقى بتضيفي عليها اللي انتي عايزاه، انا مش هضيف حاجات كتير، لا هو ده اصلا اوردر مطلوب مني، فالطلب يعني شغل بسيط، فانا هعمل عليه زي كتاب وهعمل عليه كمان علم. هثبت القطع الابيض فوق القطع الاحمر وعملت الاحمر يعني زي ما انتم شايفين كده سمكها اقل شوية من الابيض علشان بس تبين ان دي جلد الكتاب. اللون الاخضر ده انا عملته بالوان الطعام، الوان الطعام اللون الاخضر بتاعه بيبقى قوي جدا وزاهي كده وبيبقى شكله حلو، بس خلوا بالكم لان هو بيبهدل الايد جدا وما بيطلعش منها، يعني ما بيطلعش بسهوله، لو تاخدوا بالكم انا ايدي متبهدله علشان هو ما بيطلعش بسهوله من الايد، مش زي بقيه الالوان، يعني بقيه الالوان بتطلع عادي جدا مجرد ما بتغسليها، ما عدا اللون الاخضر مش عارفه ليه يعني بيثبت شويه حلوين في الايد. يعني هاجي بقى هضيف الغيره في الاجزاء دي وهقوم مثبته الكتاب اللي انا عملته. طبعا انت ممكن تكتبي جواه حاجه لو انت عايز تكتبي، بس انا مش هكتب جواه. حطيت كده اي حاجه عندي تكون مدوره شويه تحت الكتاب وبقوم تانية عليها علشان يديني تانية الكتاب. انتوا عارفين الكتاب لما بيبقى مفتوح ما بيبقاش مفرود على الاخر،
بيبقى يعني لو الكتاب كتير او في ورق كتير وصفحات كتير، لما بتيجي تفتحيه كده من النص بتلاقي ان كل جزء فيهم مرفوع شوية من النص كده. فانا عايزة الكتاب بتاعي ده يديني المنظر ده او يديني الشكل ده، فهبدأ ان انا احط اي حاجة كده مدورة شوية وهقوم تانية عليها علشان اخد الشكل ده او اخد التانية دي. ثبته بقى كويس. كده خلاص انا عملت اول حاجة الكتاب، ممكن بقى تسيبيه كده زي ما هو، ممكن تكتبي عليه، ممكن تديله خطوط كده او اي حاجة بحيث مثلا ان هو يبان كأنها سطور في الكتاب مثلا وصفحات كده. كده انا خلصت الكتاب. تاني حاجة هعملها وان انا هحط جنبه قلم كده يكون صغير. فالقلم انا هعمل زي جسم داخلي كده باللون البيج، وبعدين هعمل له اللون بقى بتاع القلم من بره، فانا هحط اللون اصفر. يعني انا عملت زي ما انتم شايفين كده اهو جسم داخلي كده باللون البيج، بس هشوف بس الحجم اللي انا عايزاه والطول اللي انا عايزاه، وبتقومي قطعة من فوق كده زي مثلث علشان تاخدي السن بتاع القلم، يطلع لك كده سن القلم من فوق او بالمنظر ده كده. وبعدين هجيب لون اصفر كده وهفرده وهحط فيه اللون البيج اللي انا عملته ده. انا بفرد بالأداة دي علشان القطعة بتاعتي دي مش كبيرة خالص، فمش محتاجة نشابة، فأي حاجة صغيرة عندك كده ينفع ان انتي تفردي بيها برضو استخدميها للقطع الصغيرة دي علشان تطلع معاكي مظبوطة. هاجي بقى اقوم احط فيها القلم. هلفها عليه كده كويس، وبعدين هقوم ارولهم كده مع بعض او هدمجهم كده بان انا الفهم كده مع بعض علشان يطلعوا مظبوطين معايا اكتر. وطبعا برضو يعني تشيل الزيادات لان هو طول زي ما انتم شايفين، وانا مش عايزاه طويل قوي كده يعني، فاشيل منه الزيادات علشان ما يبقاش طويل قوي كده. صبته من فوق وبعدين هقوم قاطعه من تحت. انا هلزقه جنب الكتاب، يعني في الجزء اللي جنب الكتاب ده هقوم حاطه القلم. انا زي ما قلت لكم هو المج يعني شغله سامبل خالص وبسيط، يعني احنا انا عرضت عليها كام فكرة كده وكم اقتراح، وفي الاخر استقرينا على ده. احنا كنا الاول هنعمل، المفروض ان احنا هنعمل علم المانيا، المفروض ان احنا كنا هنعمله جوه الكتاب، يعني كنا هنعمل العلم كده جوه الكتاب صغير، بس احنا لو كنا عملناه جوه الكتاب كان هيبقى بقية السبورة فاضية ما فيهاش اي حاجة. انا اقترحت عليها ان احنا نعمله ونحطه على المج من بره كده ويبقى مقاسه كبير شوية. فهو فعلا عملناه بالطريقة دي. دي كده شرايط كده وحطيتهم فوق بعض، ورحت قطعوهم التلاتة بنفس الحجم، الاصفر والاحمر والاسود، حطيتهم فوق بعض ورحت قطعوهم نفس الحجم علشان يديني علم المانيا. بقية السبورة دي احنا هنكتب فيها
هنكتب فيها كلام بالألماني. ف يعني انا هكتب بقى حاجات كده تملى بقى بيها السبوره كده، بحيث ان احنا مش هنعمل عليه شغل تاني، او مش هنحط حاجه تانية. انتي عندك ممكن تحطي افكار كتير، ممكن مثلا تحطي كتب مقفوله، ممكن تحطي مثلا جنب الكتاب ده كام قلم، ممكن تزيني بورود، ممكن مثلا ممكن تحطي دبابيس مكتب، تعملي مسطره استيكه، عندك حاجات كتير قوي ممكن تعمليها ليها علاقة بالدراسة وليها علاقة بالمدرسين، أفكار كتير جدا ممكن تعمليها. أنا هكتب بقى الكلام بتاعي على المج. طبعا انتوا عارفين أنا ما بعرفش أكتب وأنا بصور، فبضطر ان انا اوقف التصوير واكتب وبعد كده برجع تاني، لان الموضوع مش بعرف امسك كويس وانا بصور، يعني مش بعرف اكتب كويس وانا بصور. انا كتبت كده معاكم اول حرف، هكمل بقية الكلام وبعدين هرجع لكم تاني اوريكم المج بتاعي. ده كده خلاص شكل المج، انا كده خلصته ومش هنعمل فيه حاجة تاني. زي ما انتم شايفين ده كده شكله بسيط جدا وسمبل جدا، وفي نفس الالوان حلوة قوي مع المج الاحمر، ماشية كويس. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهاردة ويكون كان لطيف. طبعا ما تنسوش تعملولي لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. شكرا.